عصفور هذا عملته في الريش على ستاند خلاصي طبعا، لسه يعني لسه على الاس تبعه بس بالريش تبعه، يعني في كتلة يعني باقي على واحدة بس مع الرقبة الطاولة، يعني في خلطة بهذا الكائن، يعني زيادة مع رقبة أشبه بالزرافة مثلا، مع جسد قططي، يعني مع ريش تبع الذنب، يعني له علاقة بالطاووس، يعني في نوع من السخرية، يعني سخرية من الفقر تبعه أو سخرية من المعارك التي لا معنى لها التي خاضها بحياته، يعني مع العصافير الأخرى أو مع الكائنات التي يعني تشبهه، يعني مع أنه العرف الموجود بالرأس يعني عند الجمجم الأحمر، يعني عرف كان هو ابن عز يعني، بس أذله الزمان، ربما يقال له ارحموا يعني عزيز قوم ذل، ممكن ارحموا عصفور كان له ريشا ونتف مع مرور الأيام والسنوات، يا للأسف.